بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير. جمهور النادي الأهلي العظيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامج الترند. بالتأكيد حلقة مختلفة من تفاصيل وموضوعات وأخبار، وبإذن الله هيكون معانا انفرادات وكمان القضية. ولكن قبل كل ده، النهاردة معانا ضيف لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، ولأول مرة مع نادي عربي، ولأول مرة مع نادي إفريقي ومصري. بطولة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا للنادي الأهلي، نادي القرن في إفريقيا. الأهلي توج بعد الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة بطلا للقارات الثلاث، أفريقيا وأسيا وقارة أوكيانوسيا. بطولة مستحدثة جديدة ضمن بطولات كأس فيفا انتركونتيننتال. هذا الحدث الكبير والاستثنائي النهاردة هنتكلم عليه بتفاصيل كتيرة، بس مش هنتكلم في احتفالات بس، ده في احتفالات. والنهاردة عندي ليكم خبر مهم جدا بشأن هذه البطولة وهذا الكأس اللي منور ومشرف استوديوهات قناة الأهلي في مصر بعد إنجاز عظيم جدا حققه لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني بالثلاثية على فريق العين الإماراتي أول أمس في استاد القاهرة الدولي وسط حضور 60,000 متفرج. صنعوا الحدث زي ما توقعنا، وزي ما قلنا دايما جمهور النادي الأهلي هو رقم واحد. حلقة النهاردة هتبدأ بشكل مختلف شوية. ليه؟ لازم نبدأ بصاحب الفرح. مين صاحب الفرح؟ هو جمهور الأهلي. إزاي؟ جمهور الأهلي دوره وتأثيره ما كانش في الملعب بس، ده دوره وتأثيره قبل المباراة وأثناء المباراة وبعد المباراة. الصيت الكبير قوي للبطولة دي سمع في كل أرجاء العالم. نبدأ مع بعض النهاردة بالشكل الاستثنائي لبرنامج الترند بتوقع لمشجع أهلاوي جميل وعظيم رايح من بدري، من قبل ميعاد الماتش بأكتر من 5-6 ساعات، بيسألوه على التوقعات. في توقيت زي ده بتبقى مترقب، بتبقى قلقان، ولكن ثقتك الكبيرة في فريق النادي الأهلي توقعت النتيجة ومين ممكن يحرز الأهداف. فيديو ترند على السوشيال ميديا كان لازم نبدأ بيه حلقة النهاردة. متابع معنا برضو مشجعين النادي الأهلي، توقعاتك للقاء؟ أكيد الأهلي هيكسب 3-0. مين يجيب الجوال؟ إمام عاشور وقفشة وسام أبو علي بإذن الله. ثلاثية إمام عاشور وقفشة ووسام أبو علي، احنا عايزينك في كل ماتش للنادي الأهلي، محلي، إفريقي، دولي، قاري، أنت لازم تكون موجود، أنت وش السعد. وحقك النهارده لازم تكون موجود على شاشه قناه الاهلي، لان انت بجد تفاؤلك الجميل ده وتوقعاتك الممتازه دي يمكن اكثر المتفائلين ما كانوش رايحين للنتيجه دي، ولا حتى مين ممكن يحرز الاهداف بالشكل ده. دي شاشه جماهير النادي الاهلي، كل لقطه حلوه، كل مشهد جميل لازم نعرضه النهارده معانا في برنامج الترند. بس كمان معانا مشهد جميل جدا، احنا مش بس بنركز على الثالثه شمال والدرجه الثانيه وخارج الاستاد، ده حتى في الماسوره الرئيسيه عقب المباراه واثناء مراسم التتويج جماهير الأهلي تغنت بالسويسري مارسيل كولر. نتابع. ربنا يديم الافراح، ودايما الاهلي مجمعنا على الحلوه والمره معاه. حلقه زي ما قلت فيها تفاصيل كثيره، لكن عشان وقت الحلقه كان لازم نبدا المقدمه الاستثنائيه دي، وبالتاكيد نروح لتفاصيل، لان النهارده زي ما قلت لكم عندي خبر وعندي انفراد وعندي معلومه وعندي قضيه، لان اكيد السوشيال ميديا فيها كلام كتير على موضوع تقرير موجود تقرير مش موجود، احداث لقاءات السوبر، هل هتبقى في عقوبات، هو التقرير ضاع ولا ما ضاعش، وكمان هنتكلم على المشاكل التحكيمية في فقرة حوارية هي الأولى من نوعها تحت مسمى الفار. ليه الفار؟ لأن الفار النهاردة هو اللي هيراجع كل اللي بيصار في السوشيال ميديا وبيصار حتى في الوسط الرياضي وعلى الساحة الرياضية تحكيميا أو خارج التحكيم. تابعونا في الفقرة الحوارية. النهاردة معانا اثنين من خبراء التحكيم، الكابتن ناصر عباس المحاضر الإفريقي والدولي، والكابتن محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيم. لكن
عشان وقتنا بسرعه نروح لسؤال حلقه النهارده، والسؤال متعلق ايضا بالقضيه في موضوع التحكيم. عايز اعرف المطلوب، وكل واحد يشارك معانا في الاجابه على السؤال، ما هو المطلوب لتطوير مستوى الحكام؟ وما هي توقعاتك لمستوى التحكيم في الموسم الجديد؟ الكل يدخل ويشارك ويجاوب معانا على السؤال من خلال صفحات القناه عبر السوشيال ميديا اللي موجوده قدامكم على الشاشه، صفحه الفيسبوك او الانستجرام، او حتى عبر منصه اكس، تويتات وتعليقات بالتاكيد على سؤال حلقه النهارده، لان رايكم مهم جدا جدا. لكن نروح بسرعه لاهم العناوين. البدايه في ترند الاهلي، الفريق راح من التدريبات اليوم ويستعد غدا للسيراميكا. وفي الترند المحلي، انتخابات الجبلاية 10 ديسمبر بالقائمة المغلقة. وفي الترند العالمي، تألق مرموش يفتح باب رحيله عن الدوري الألماني في يناير. استعراض مباريات اليوم والنهاردة، انطلاقة الدوري المصري بالأمس والنهاردة استئناف الجولة الأولى. يمكن في مباراة بدأت حوالي الساعة 5، الجونة بيستضيف فريق نادي زد، والساعة 8 مودرن سبورت هيستضيف إمبي. مباريات الدوري خلاص كلنا عارفين مواعيدها، هتبقى الساعة 5 والساعة 8. نروح للدوري الإيطالي، والنهاردة في 3 لقاءات، 8:30 جنوة هيستضيف فورنتينا، 11:00 إلا ربع من مساء اليوم كومو هيستضيف لاتسيو، وروما هيستضيف تورينو. دي أبرز مباريات اليوم سواء في الدوري المصري أو حتى في الدوري الإيطالي. بأكد لحضراتكم اوعوا تروحوا في أي حتة، حلقة فيها كواليس مهمة، تفاصيل في بعض القضايا اللي أكيد الناس كلها بتسأل عنها. الكأس اللي معانا النهاردة كأس القارات الثلاث، أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، بطولة قارية ولا ممكن الفيفا يكون محضر مفاجأة تانية؟ الجائزة المالية، الانتصارات، مونديال الأندية 2025. بقول لحضراتكم النهارده هتسمعوا كلام لأول مرة كالعادة، هتسمعوه من خلال شاشة قناة الأهلي. كل ده ولكن بعد الفصل. دايما لما كنا بنتفرج على الكورة واحنا صغيرين، كان دايما الاغنيه الشهيره ومهرجان اعتزال الكابتن محمود الخطيب، بيبو 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 الله يا خطيب. النهارده يوم مش عادي، النهارده عيد ميلاد الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الاهلي واحد رموز واساطير الكره المصريه. كل سنه وانت طيب يا كابتن محمود، وعقبال سنين كتير في خير وسعاده ونجاح. اسم الخطيب او بيبو مش في مصر بس، ده اسم كبير جدا، واحد من اساطير الكره مش المصرية والعربية والإفريقية، ده حتى على المستوى العالمي. النهاردة السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم عبر حسابه الرسمي على الانستجرام كتب تهنئة وحط صورة ليه مع الكابتن محمود الخطيب وقال فيها، وطبعا شايفين صورتين كل صورة في حدث مختلف عن التاني، واحد من أهم المهاجمين في تاريخ كرة القدم الإفريقية، أسطورة الأهلي، والآن يقوم بعمل رائع كرئيس للنادي. أتمنى لك عيد ميلاد سعيد جدا محمود الخطيب وعلم مصر. دي تهنئة رئيس الاتحاد الدولي فيفا السويسري جياني إنفانتينو، الرجل الأول المسؤول عن الكرة على مستوى العالم. أكيد رسالة مهمة جدا ورمز مهم جدا زي الكابتن محمود الخطيب، أكيد بنتشرف بوجوده معانا سواء في النادي الأهلي أو حتى في الكرة المصرية، لأن صورة إيجابية لمصر وللنادي الأهلي أمام جميع المؤسسات الرياضية على مستوى العالم، وعلى رأس الهرم هو الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. طيب، بما أننا بنتكلم على الفيفا، نخش بقى على طول في الحاجات اللي جمهور النادي الأهلي أكيد بيسأل وعايز يعرف تفاصيلها. وسيبوكم من الناس اللي ما بتقراش لا عربي ولا إنجليزي ولا عايزة تفهم عربي ولا إنجليزي. ليه؟ واحنا محتاجين لسه نقول الاتحاد الدولي بينظم ايه، او الاتحاد الدولي عامل بطوله في اي شكل او باي نظام؟ الناس كلها عارفه البطوله وعارفه الويب سايت بتاع الفيفا، مش بعيد، قريب مننا، ممكن ندخل عليه ونقرا ونشوف. ولكن في ناس عايزه دايما تعمل ترند عشان تقلش وهي مش فاهمه. احنا النهارده مش هنتكلم على البطوله ولا هنتكلم على نظام البطوله، النهارده انا بعلن لحضراتكم
ومن خلال ناس مسؤولة ومصادر رسمية في الاتحاد الدولي. البطولة اللي معانا النهاردة في استوديو قناة الأهلي، كأس القارات الثلاث، إفريقيا وآسيا والمحيط الهادي، البطولة اللي بداية التسلسل عشان توصل للبطولة الرئيسية، كأس فيفا انتر كونتيننتال في قطر عشان تلعب مع ريال مدريد يوم 18 ديسمبر. كل البطولات دي بطولات قارية. البداية من هذه البطولة، هذه بطولة قارية تضاف إلى سلسلة رصيد بطولات النادي الأهلي القارية، عشان الأهلي النهاردة يحتفل بوصوله إلى 27 بطولة قارية، ويقترب من المنافسة مع ريال مدريد اللي حاليا عنده 31 بطولة قارية. الفارق الآن بين الأهلي وريال مدريد 4 بطولات قارية، ولكن للأهلي فرصة أنه يقترب من الريال في بطولتين قادمتين. كأس التحدي يوم 14 ديسمبر في مواجهة الفائز ما بين بيتشوكا المكسيكي مع بطل كوبا ليبرتادورس اللي لسه هيتلعب في الأيام اللي جاية ما بين أتلتيكو مينيرو مع أحد الفرق البرازيلية بتوفيجو على ما أعتقد يعني. وبالتالي كأس آخر قرب ينتظر الأهلي يوم 14 ديسمبر، ثم المباراة الختامية على كأس إنتر كونتيننتال مع ريال مدريد. وبالتالي الأهلي الآن لديه 27 بطولة قارية. هذا الكأس هي بطولة قارية تم اعتمادها رسميا ضمن البطولات الأكثر تتويجا على مستوى العالم. وننتظر بطولتين بإذن الله في شهر ديسمبر، كأس التحدي مع ديربي الأمريكتين أو كأس إنتر كونتيننتال مع ريال مدريد في الختام على استاد لوسيل. ده خبر مهم جدا من خلال مصادرنا في الاتحاد الدولي، بنأكد لحضراتكم كأس رسمية معتمدة كبطولة قارية تضاف إلى سلسلة بطولات النادي الأهلي. بالمناسبة كمان وإحنا بنسخن كده ورايحين على مونديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية، إحنا عندنا أحداث عالمية كبيرة جدا الفترة اللي جاية. البداية دي ليست النهاية، ده لسه سلسلة كبيرة جدا من البطولات الفترة الجاية. مونديال الأندية، القرعة وظروف القرعة والمواجهات اللي جاية. أنا مش هدخل في تفاصيل القرعة وميعادها في شهر ديسمبر والكلام ده كله. أنا عايز أقول لكم النهاردة خبر طازة وجديد. خبر طازة وجديد. الناس كلها عايزة تعرف الأهلي في التصنيف الأول ولا في التصنيف التاني. أول مباراة ممكن تكون مع مين؟ هيلعب فين؟ كل الكلام ده جاي وقته. ولكن عايز أفاجئكم بحاجة مهمة جدا. اللي عايز يشجع الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية يحضر نفسه من دلوقتي. ليه؟ جرى العرف دايما في القرعة إنك في أول مباراة ما بتلعبش مع المصنف الأول، أو أنت لو مصنف أول ما بتلعبش مع المصنف التاني في المجموعة. جرى العرف كده، يعني لو الريال مصنف أول والأهلي مصنف تاني ووقع مع الريال في المجموعة، أو مع مانشستر سيتي أو مع تشيلسي أو مع أتلتيكو مدريد، أنا بتكلم على الفرق الأوروبية الكبيرة، لو الفرق الأوروبية دي كلها تصنيف أول والأهلي تصنيف تاني، أول مواجهة للأهلي في مونديال الأندية هتكون مع الفرق دي. الناس تقول لي ما احنا لو احنا تصنيف أول نلعب مع التصنيف الرابع، أو أنت تصنيف تاني تلعب مع التصنيف التالت. لا، خد مني معلومة رسمية، أول مواجهة للأهلي في مونديال الأندية في 2025 هتكون مواجهة عالمية من الطراز الفريد. لو وقعت مع الريال، أول مواجهة مع الريال. وقعت مع تشيلسي، أول مواجهة مع تشيلسي. أتلتيكو مدريد، مانشستر سيتي، المواجهة الأولى للأهلي في أمريكا هتكون مواجهة أوروبية إفريقية من طراز فريد وعلى أعلى مستوى. انتظروا موعد هذا اللقاء بعد ما رسم القرعة اللي هتتعمل بإذن الله، بإذن الله يعني في أول أسبوع من شهر ديسمبر. ده خبر طازة بمناسبة إن احنا النهاردة معانا كأس بطولة قارية رسمية تم تسليمها من الاتحاد الدولي إلى النادي الأهلي. طبعا أنت عندك كمان باريس سان جيرمان، عندك فرق عالمية على أعلى مستوى، لو الأهلي تصنيف تاني هيصطدم بدول. أول مباراة، لا التانية ولا التالتة، ده أول مباراة في دور المجموعات. قابل يا باشا هتلعب السيتي بوب جوارديولا، أو تروح لباريس سان جيرمان، أو تلعب مع تشيلسي، أو تلعب مع أتلتيكو مدريد. يعني في كارنفال جاي وفي أحداث مهمة جدا للنادي الأهلي الفترة اللي جاية. طيب النهاردة كمان من الحاجات الإيجابية واللي احنا شفناها على السوشيال ميديا، منصات التواصل الاجتماعي، الحالة الجميلة اللي ما بين جماهير الأهلي وجماهير العين. والواحد كان في قمة السعادة وهو بيتابع وبيتفرج وبيقلب كده في السوشيال ميديا وبيشوف فيديوهات للأشقاء في الإمارات وهم موجودين في استاد القاهرة، سواء هم داخلين الملعب أو خارجين من الملعب. عارفين كده ناس جاية تستمتع، كسبان مبروك، خسران هارد لك، وبنحتفل مع بعض في الأول والآخر احنا أشقاء. على فكرة اللي اتعمل في السوشيال ميديا جزء إيجابي جدا، وده المطلوب من الرياضة. ولكن عشان نقدر نناقش ده على المستوى الإعلامي، النهاردة احنا معانا كاتب صحفي كبير وإعلامي قدير من الإمارات،
الأستاذ محمد الجوكر الإعلامي الإماراتي اللي كتب بالمناسبة في صحيفة البيان تزامنا مع مباراة الأهلي والعين المواجهة التاريخية اللي كانت ما بين الأهلي والنصر الإماراتي عام 74. هنتكلم في التفاصيل دي وهنتكلم في الحالة الإيجابية ما بين الجماهير المصرية والإماراتية تحديدا جماهير الأهلي والعين مع الناقد الرياضي والإعلامي الإماراتي الأستاذ محمد الجوكر. أستاذ محمد مساء الخير، منور الدنيا، سعداء بوجودك معانا على شاشة قناة الأهلي. الله يحفظك، شكرا أستاذ محمد، وشكرا للعاملين في القناة وأسرة البرنامج، وأنا سعيد جدا إطالتي على قناة النادي الأهلي أحد الأندية التاريخية التي نعتز بها في وطننا العربي ونحن في الإمارات، نكون كل حب وتقدير لهذه القلعة الشامخة والقلعة الكبيرة. الله يخليك. طيب هنتقل بقى للحديث على فكرة تأثير السوشيال ميديا الإيجابي وازاي نتناول ده على المستوى الاعلامي، وحضرتك كنت كاتب حاجات تاريخيه عن العلاقه الطيبه والمشاهد الجميله اللي كانت عام 74 ما بين مباراه الاهلي والنصر، وازاي التشبيه ده ما بين مباراه الاهلي والعين. هو الحقيقه جدا اكيد كان لازم نربط الحدث الاعلامي والرياضي نتيجه اللي شفناه في السوشيال ميديا واللي شفناه في الساعات الاخيره. لسه عندي ملف مهم جدا قالب الدنيا في السوشيال ميديا دلوقتي، ولكن محتاج اخرج فاصل، وبعد الفاصل نرجع، إن عندي ملف مهم جدا متعلق بتقرير بيقولوا عليه ضاع، عارفين البضاعة أتلفها الهوى؟ تعالوا بعد الفاصل لأن في كلام هتسمعوه لأول مرة. بالمناسبة النهاردة الفريق أجازة طبعا بعد التدريب بالأمس، الفريق ما كانش واخد راحة بعد مباراة العين، النهاردة أجازة وتدريب إن شاء الله بكرة، ويعني 48 ساعة قبل مواجهة فريق سيراميكا كليوباترا. يمكن كولر عامل برنامج معين للفترة اللي جاية، هيبقى فيه روتيشن قبل مواجهة سيراميكا، تغييرات في التشكيل، كل ده هنشوفه على مواجهة سيراميكا اللي هتتلعب على استاد السلام نتيجة طبعا الصيانة اللي دخل فيها استاد القاهرة خلال الفترة الأخيرة. طبعا بقى الناس عايزة تطمن على اللعيبة اللي ممكن خرجت من المباراة، إن شاء الله الكل هيكون في أتم الجاهزية، وبإذن الله الكل هيكون جاهز في المباريات اللي جاية وضغط مباريات الدوري اللي هتبدأ من أول الأسبوع القادم. موضوع تاني توبيك على السوشيال ميديا وقالب الدنيا بالمعنى الحرفي، وهو موضوع التقرير اللي كتبه الكابتن محمد ياسين مراقب مباراة الزمالك وبيراميدز في أولى اللقاءات في كأس السوبر المصري اللي اتلعب في أبو ظبي الفترة الماضية. هو التقرير ضاع ولا ما ضاعش؟ هو التقرير اتمسح ولا ما اتمسحش؟ عشان نبسط المسائل للناس، لأن واضح كده إن في حاجة بتحصل مش طبيعية. إزاي؟ هو المراقب لما بيقدم تقرير بعد مباراة بيبقى عنده فورمة كده ثابتة بيكتب فيها النتيجة، التغييرات، الشكل العام بتاع المباراة، وفي تقرير منفصل بالأحداث اللي شهدتها المباراة إذا دعت الضرورة لذلك. طب المراقب خلال 48 ساعة لو ما عملش ده المفروض بيتوقف. طب هل حصل ده؟ لا، المراقب بعت التقرير. بعت إزاي وعمل إيه؟ أولا بعت التقرير على الواتس أب لناصر فراج مقرر لجنة المسابقات، أنا بقول بالأسامي، وبعت التقرير على السيستم لأن المراقبين لهم سيستم إلكتروني بيترفع عليه التقرير الخاص بأحداث المباراة، وسلم التقرير باليد في فندق الإقامة قبل ما يطلع على مباراة الأهلي وسيراميكا. يعني طلع من ماتش الزمالك وبيراميدز، راح الأوتيل، قابل مقرر اللجنة الكابتن ناصر فراج، سلمه التقرير في ظرف مقفول وطلع على مباراة الأهلي وسيراميكا، وبالتالي التقرير وصل للجنة في ثلاث حاجات: عبر السيستم، وسلم باليد لمقرر لجنة المسابقات الكابتن ناصر فراج، وكمان اتبعت على الجروب الواتساب. ازاي بقى التقرير ضاع؟ قصة كده وحكاية. اعتقد يعني لجنة المسابقات او تحديدا الحاج عامر حسين لازم يطلع يوضحها، لان المراقب قام بالدور بتاعه، قام بالواجب بتاعه كده كده. يعني لو التقرير ناصر فراج نسيه في ابو ظبي وما رجعش بيه، هو موجود على السيستم ولا هو اتعمل له ديليت من على السيستم؟ ده سؤال. السؤال التاني، ما عندك على جروب الواتساب، طيب الجروب مثلا فيه مسح الارشيف بتاع الشغل، طب ما عندك على السيستم، فكره ابعت تقرير تاني، يبقى هو اتدلت من على السيستم ولا ما اتدلتش من على السيستم؟ اصل فكره اصله نسيه في ابو ظبي مقدور عليها، مش قصه. طب على فكره عايز اقول لكم على مفاجاه تانية، القصه دي دايره من امبارح مش النهارده، واقول لكم على مفاجاه ثالثه، الاستاذ جمال علام طلب نسخه من التقرير ووصلت له. ليه بقى فكره اصل التقرير ضاع؟
لا البضاعة المرة دي لم يتلفها الهواء، البضاعة موجودة. بس عارفين الدوشة دي كلها ليه؟ أقول لكم أنا ليه. لأن العقوبات مش هتبقى على اللعيبة بس ولا على الإداريين بس، لا ده كمان في خروج عن النص حصل من الجماهير. فأنت العقوبات شاملة جماهير وإداريين ومسؤولين ولاعبين. أتحدى أي حد في اتحاد الكورة يطلع يكذبنا ويطلع التقرير ويقول إن الحاجات دي مش موجودة في التقرير. القول الفصل. عندك التقرير على السيستم. إيه؟ اتدلت؟ ولا ما اتدلتش؟ ما لو نسيف أبو ظبي مش مشكلة، ما هو على السيستم. ولو كلمت محمد ياسين تاني عندك نسخة منه موجودة، وكده كده رئيس الاتحاد عنده نسخة من التقرير. إيه بقى القصة والحكاية؟ عايز ترميها على لجنة الانضباط؟ ولا انت كمسابقات يا حاج عامر مش قادر تاخد قرار؟ ولا ايه القصه اللي طلعت واحنا مش فاهمين انتوا عايزين توصلوا باي نتيجه؟ اصل هنتكلم في العقوبات، طب ما في عقوبات من الموسم الماضي ما طلعتش، لا الزمالك والمصري ولا جوميز ولا وقعه عاطف حسين ولا وقعه احمد الغندور ولا وقعه الاهلي وبيراميدز مروان حمدي. الوقائع كتير والتفاصيل كتيره، بس خدوا بالكم في كلام كتير بقى يتقال بيعمل قلق في الوسط الرياضي. كونوا حريصين على المشهد العام للوسط الرياضي ووقع العقوبات. ولا انت قلقان من المكتوب في التقرير تجاه مسؤولين ولاعبين وجماهير؟ هنشوف في الساعات الجاية ايه اللي هيحصل، بس كل تفصيلة في الملف ده معانا. ولما نشوف السيستم اتدلت من عليه التقرير ولا لا، وهل كان بيتدلت قبل كده ولا لا، كل ده بقى هنناقشه ونتكلم فيه بتفاصيل اكتر مع قضايا تحكيمية ومشاكل هنواجهها في بداية الموسم النهارده في فقرة حوارية بنقدمها لأول مرة تحت مسمى الفار. ليه اسم الفار؟ لأن دايما هيكون تصحيح الأخطاء وتصحيح المعلومات من خلال هذه الفقرة اللي هتكون ثابتة معانا كل أسبوع في برنامج الترند. بعد الفاصل كابتن ناصر عباس والكابتن محمد صلاح عبد الفتاح، فقرة حوارية هامة جدا، انتظرونا. اهلا بحضراتكم من جديد. النهارده الشكل مختلف شويه لان فقره الفار هنتناول فيها موضوعات مختلفه عما يطرح حتى في السوشيال ميديا، لان الموضوعات النهارده اللي معانا كلها موضوعات توبيك على السوشيال ميديا والكل في الوسط الرياضي بيتكلم عنها. ومن حسن حظنا احنا النهارده بنقدم الفقره لاول مره في برنامج الترند، هيكون عندنا موضوعات قلب الدنيا، تقرير ضايع، هل هيبقى في عقوبات، مشاكل التحكيم، معسكر الاعداد. النهارده في فقره الفار من حسن حظي معايا رايه وصفاره. مش هقوم بدور الفار لان انا مش حكم، ولكن قدر الامكان هوضح لحضراتكم الصوره الحقيقيه اللي المفروض الفار الدور بتاعه انه يقدمها للمشاهد، اللي هو زي ما بيقول المستند، حتى لو في خطا في الرايه او لو في خطا في الصفاره، لكن في النهايه هدفنا نقدم للمشاهد المعلومه الحقيقيه من خلال غرفه الفار في برنامج الترند. برحب بالتأكيد بضيوفي في هذه الفقرة، واللي بإذن الله هتكون فقرة ثابتة في الحلقات اللي جاية، عشان هنلقي الضوء بشكل أسبوعي على ملفات التحكيم. كابتن ناصر عباس المحاضر الدولي والإفريقي والخبير التحكيمي. كابتن ناصر منور الدنيا وأهلا بيك. تحياتي يا محمد وتحياتي لكل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، وتحياتي طبعا لمحمد برحب بيه النهاردة، ونتمنى إن شاء الله التوفيق، إن شاء الله نعمل حلقة تكون بداية طيبة يا كابتن محمد في الفترة اللي جاية. طيب برحب برضو بضيف يمكن لأول مرة يكون معانا على شاشة قناة الأهلي، ولكن من الناس اللي عندها تفاصيل وكواليس كثيرة جدا في ملفات التحكيم. اشتغل في قطر فترة طويلة جدا، عمل في لجان محترفة، اشتغل مع حكام دوليين كبار سواء على مستوى الفيفا أو على مستوى الاتحاد الآسيوي. كابتن محمد صلاح عبد الفتاح الخبير التحكيمي. كابتن محمد منور الدنيا. كابتن محمد انت اللي منور، وانا اللي بشكركم على الدعوة الجميلة دي، وسعيد اني موجود معاكم مع كابتن ناصر طبعا. طيب حلقة ركزوا معانا لان فيها تفاصيل كتيره جدا، ولكن نبدا مع بعض بضربه البدايه مع الكابتن ناصر عباس. كابتن ناصر، تقرير ضايع في ماتش الزمالك وبيراميدز، هو المراقب بيكتب التقرير وبيقدم ايه وبيعمل ايه؟ طيب قبل بس تسمح لي حضرتك من خلال البرنامج ببعث بركات تهنئه للكابتن محمود الخطيب، بقول له كابتن خطيب كل سنه وانت طيب، وربنا يا رب يجعل ايامك كلها سعيده عليك وعلى اسرتك الكريمه، ويديم عليك الصحه والعافيه دايما يا رب. طيب نبدا بقى بموضوع التقرير. انت كحكم في الملعب، في مراقب بره عنده الاحداث وعنده التفاصيل وبيكتب التقرير،
وانا شرحت ده قبل ما تدخلوا معايا في الفقره الحواريه. لما تسمع حاجه زي كده تعليقك عليها ايه؟ كابتن طبعا موضوع خطير جدا جدا. ليه؟ لان احنا بنتكلم في مراقب المباراه الكوميشنر ماتش، بنتكلم الحكم المباراه، بنتكلم كوردينيتور، الثلاثه دولت انت عارف طبعا اكتر مني محمد، التقارير بتاعتهم تبقى مهمه جدا جدا بعد نهايه كل مباراه، خاصه لما يكون في احداث. المراقب المباراه ده مهم جدا لان خاصه بعقوبات اللاعبين وخارج الملعب، وبيخش مراقب مباراه كمان بيأكد مع الحكم في التقرير، خاصة لو في لعيبة عندها مشاكل. إذا التقرير المراقب المباراة مهم جدا جدا، لأن ده بياخد حاجات يمكن الحكم ما بياخدهاش. على فكرة الحكم بينهي المباراة وبيدخل الغرفة، هنا المراقب موجود بيشوف كل الأحداث الموجودة يا محمد. فتقييم المراقب ده هو أعتقد مهم جدا جدا، ما ينفعش يبقاش موجود. إحنا بنتكلم النهاردة في عقوبات أو بنتكلم في بعض الأحداث، هذا التقرير يبرز هذه الاحداث، وده مهم جدا عشان الامور تمشي كابتن محمد بشكل كويس. تمام، خلينا نمشي في البدايه يا جماعه. احنا شفنا قد ايه الاحداث اللي فاتت لابد ان احنا نستفيد منها كابتن محمد في الفتره اللي جايه. ما ينفعش في تقرير ويروح من المراقب، اول عليك. مراقب يبعته جديد عليك. اول مره اشوفها بصراحه، يعني اول مره. اتمنى ان يكون الكلام دوت يعني هو بعت اعتقد محمد يعني من المقيمين حماسين من المراقبين اللي هم ليهم خبرات كبيره يعني راجل رئيس ويعني بقاله فتره جدا في هذا المجال. اتمنى ان هو يكون يعني، واكيد يعني انا بقول ان هو بعد تقريره يمكن في حاجه احنا مش فاهمينها. طيب كابتن محمد صلاح عبد الفتاح، اكيد عندك كواليس، لان مش فكره تقريره بس، لا ده انت عندك تفاصيل اكيد في المساله دي. نوضح للناس يعني ايه مراقب مسابقات. في ناس مش عارفه مراقب مسابقات، ده هو ممثل لجنه المسابقات في المباراه، هي دي الجهه المنوطه باصدار العقوبات بعد تقرير الحكم. فهو بياخد من الحكم، ممكن الحكم يصدر كارت احمر، بيرجع للحكم في غرفه الملابس يقول له الكارت الاحمر ده ليه، ويلازم تقريره يبقى مطابق مع تقرير مراقب المسابقات. الا في الاحداث اللي ما بتقعش تحت نظر الحكم، حكم دخل غرفه الملابس، المراقب ما بيغادرش الملعب الا بعد مغادره الفرقتين والجماهير عشان يعني يسرد اي احداث. لكن المراقب والحكام الاثنين في خلال 48 ساعه لازم يرسلوا التقرير، في حاله عدم الارسال بيبقى في عقوبه. عقوبه وفي اجراء طبعا لازم يبقى في عقوبه. عقوبه على المراقب. كابتن تاكيدا لكلامك يا محمد بعد اذنك، بيرسلوا التقرير من خلال السيستم الالكتروني، خلاص ما فيش حاجه ورقي، خلاص كان الالكتروني الكتروني الاثنين. في سيستم في الاتحاد خاص بالكلام ده، وما ينفعش ابعت ورقي. الورقي ده بيكون اجراء احترازي، يعني في حاله لو هو السيستم اتعطل، في انترنت اتعطل، ماشي، لكن بيبقى فيه ورقي والكتروني. فكون ان احنا نقول ان في تقرير ضاع، اعتقد كابتن محمد ياسين من الناس، على فكره كابتن محمد ياسين كمان اشتغل على مستوى الاتحاد العربي، يعني هو ليه باع وليه خبره، وهو بيخاف على نفسه كويس. ولكن عايز اقول جزئيه ثانيه مهمه، الواقعه دي مش اول مره تحصل. معقوله؟ هقول لك ازاي. يعني احنا النهارده السنه اللي فاتت مثلا، الموسم اللي فات تحديدا، شفنا اكتر من واقعه اعتداء على حكام وما شفناش عقوبات طلعت. ممكن تلاقي في بيطلع اصدار او قرار ان في توصيه بالشطب على المدرب فلاني اللي اعتدى على الحكم، العقوبه تختفي، التقرير تحط في الدرج. طب فين حق الحكم هنا؟ دي الجهه المنوطه بهذا الامر هي لجنه المسابقات. ويمكن شفنا، وممكن كمان باكد لك، ان في عقوبات بتتفاوت من نادي لاخر، وانا مسؤول عن كلامي. هو ممكن على السيستم التقرير يتمسح؟ المسؤول عن السيستم ممكن يتجاهله. يتجاهله؟ ممكن يتجاهله. حصلت قبل كده؟ هو لما يعني اعتقد حصلت بالوقائع اللي احنا بقول لك عليها، ان في عقوبه تقرير اتسلم ولكن ما فيش عقوبات صدرت. يعني مثال الاعتداءات على الحكام، فيش اكتر من الاعتداء على الحكام. اوكي. طيب كابتن ناصر كنت عايز تقول حاجه. بقول يعني احنا يمكن انا راقبت في الاتحاد الافريقي كابتن محمد، وشفت احنا عندنا بعد المباراه ب 24 ساعه على فكره تبعت التقرير كحكم، وكمراقب بيبعت تقريره، ومراقب لجنه المسابقه بيبعت، ولو في احداث في خلال 48 ساعه دي ما فيش فيها هزار. السؤال حتى لو انا قالوا لي ان التقرير ما وصلش، وده وارد بيحصل معايا انا كمقيم، ما انا عندي كابتن تقرير سهل قوي، بعت لهم التقرير عادي. وده اللي حصل انه بعته لجمال علام، هبعته تاني وتالت ورابع، لان انا عندي اصل التقرير عندي موجود، ما عنديش مشكله. لما يتقال ان التقرير ما وصلش، لا دي ما بتحصلش، لان زي محمد انت بتبعت على السيستم. على فكره التقرير تقريبا بيبقى بي دي اف، ما بتفتحش تقرير المراقب. على فكره السيستم غير، مجرد ما بتعمل سنت غير قابل للتعديل. ما تقدرش بقى محمد، غير قابل للتعديل. ما انا عشان كده قلت، انت سالت سؤال تقول ممكن حد لا ما فيش حد يقدر يلعب في التقرير، لان ده تقرير بي دي اف مقفول،
كل ما يتعلق بالعقوبات يعني ما حدش يقدر ما هو مش هيلعب في التقرير يلعب تاني، ولكن لما بيتعرض في لجنة المسابقات قبل ما يتعرض بس يا كابتن ناصر هو الفكره طالما بيبقى بي دي اف وبيتحط على السيستم مش بيتعدل او بيتلعب في التقرير او بيتعمل ديليت ما يقدرش كابتن، لان هنا لجنه المسابقات بتيجي تجتمع، فالمفترض انت لعبت مثلا النهارده في الجوله الاولى 7-8 مباريات، لابد ان السبع مباريات بتقريرهم يكون موجود على ترابيزه لجنه المسابقات كلها، حتى لو في مباريات ما فيش فيها احداث، سبع مباريات بتقرير الحكم تقرير الموقع المسابقات بتبقى موجوده على طاوله لجنه المسابقات، خاصه في عقوبات او في حاجات بتبقى مهمه، فمش حاجه اسمها تقرير ما بيتعرضش يعني. لما ممكن لما بيتعرض ممكن محمد اتكلم في جزئيه العقوبات، ممكن عقوبات بتخفف على بعض وعقوبات بتبقى طبقا للائحه، ده موضوع بقى خاص بلجنه المسابقات وهم بياخدوا القرار. ماشي، بس لما نوصل لمرحله ان اتقال ان التقرير ضاع، طب انت بتقول التقرير ضاع ليه؟ مش عندك سيستم ولا انت عندك حاجه في السيستم؟ هي نفس فكره الايميل، يعني زي ما بتخش على الايميل بتاعك عندك ايميلات صح، فتقدر تعمل ريموف لاي ايميل، ونفس الفكره، ما هو انت اللي بتتحكم في السيستم كاداره مسابقات. انت المتحكم في السيستم، عشان بس نعرف الناس اللي متحكم في اللي بيتحكم في السيستم هو اداره المسابقات، زي بالظبط فكره السيستم بتاع القيد، السيستم بتاع القيد السنتر بتاعه فين؟ في اتحاد الكوره بالظبط، هو اللي بيقبل، هو اللي بيفتح السيستم، هو في سنتر بيقدر يتحكم في هذا السيستم، ما هو اي سيستم لازم يبقى ليه ادمن وبيقدر يتحكم فيه. طيب التقرير ما ضاعش؟ التقرير موجود؟ لا يمكن يكون ضاع، لا يمكن، لا يمكن، وانا لا اشك اطلاقا في ان الكابتن محمد ياسين ضاع منه حاجه، لان هو شاطر جدا و حد مسؤول وبيعرف بيعمل شغله ازاي، انا دي متاكد منها. لما مقرر اللجنه كابتن ناصر يقول لك في ابو ظبي انا نسيت التقرير، الرد عليه بقى ايه؟ التقرير الورقي. كابتن هي مسؤوليه، وزي ما قلت احنا في الفتره اللي فاتت كابتن محمد لا في امور كتيره جدا يعني مش عاوز اتكلم كلام في بدايه الموسم، ولكن في امور مش ماشيه بشكل صحيح، مش بس في تقرير المسابقات ولكن في عناصر تانية الامور مش ماشيه بالشكل الصحيح. احنا نامل ان احنا عندنا بدايه موسم، عندنا دوري كبير جدا، عندنا انديه بتصرف مليارات وملايين، عندنا عقود لعيبه، المنافسه هتبقى كبيره جدا. لا يعني اتمنى من خلال البرنامج من خلال الواقعه دي نبتدي نقف يا جماعه شويه ونقول احنا لابد ان احنا نشتغل على شويه. بس كابتن ناصر بعد اذنك تمام، عايز بس اعقب على الجزئيه دي. لجنه المسابقات هي لجنه مسؤوله من اتحاد الكوره، فيجب على اتحاد الكوره هنا النهارده انه يفتح تحقيق في هذا الامر، خصوصا انا سمعت محمد قبل ما ندخل معاه ان الاستاذ جمال علام طلب نسخه من التقرير. فهنا النهارده دي معلومه مؤكده، خد نسخه من التقرير فعلا، فاتحاد الكوره هنا هو الجهه المسؤوله عن لجانه. انت النهارده اتحاد الكوره هو لازم يفتح تحقيق في الموضوع ده ويشوف هل فعلا التقرير ضاع ولا لا، والشخص المسؤول عن هذا الامر هو يجب ان يبقى اتخذ معاه اجراء. واضح ان التحقيقات هتبقى كتيره في الاتحاد، كان في تحقيق مع اداري في لجنه الحكام وده موضوع هنتطرق فيه، وادي دخلنا في لجنه المسابقات قصص كتيره. طيب نطلع من الموضوع ده لموضوع تاني، هو الحكام ممكن يطلعوا في الميديا وفي الاعلام اثناء البطوله؟ تعليمات الفيفا فين يا كابتن ناصر في الحاجات دي؟ خلينا نتكلم في الموضوع ده شويه، بس هقف عليه شويه كابتن محمد سريعا كده نتكلم على اي عمل ناجح لابد انك انت تبتدي تشتغل عليه وتخلي اعمالك وافعالك هي اللي بتتكلم عنك، انت ما تطلعش تتكلم عن نفسك في اي مجال ناجح، ده واحد، خلي اعمالك هي اللي تتحدث عليك، سيب الدنيا كلها تقيمك، انت ما تقيمش نفسك، ده اول حاجه، ودي من اهم عناصر عوامل النجاح. بنقول عندنا نماذج كتيره جدا، لو انت مسؤول ما عندكش عوامل نجاح خد نموذج ناجح من اي جهه من اي مجال. عندنا مجالات كتيره جدا، عندنا الدوله المصريه بكل مؤسساتها الكبيره ونجاحاتها الكبيره والعملاقه، خد نموذج واشتغل عليه. عندنا النادي الاهلي، وانا مش هتكلم عن النادي الاهلي كتير عشان ما يتقالش ان انا واقف هنا في قناه النادي الاهلي. النادي الاهلي بنتكلم على الرياضه كابتن محمد، هو افضل نموذج تقدر تشتغل عليه وتاخده كده وانت مرتاح. النادي الاهلي النهارده بنتكلم في ايه؟ في كره القدم. كل انجازاتها وبطولاتها الكبيره وكل الالعاب الكبيره كابتن محمد، النادي الاهلي ما وقفش عن كده بس، النادي الاهلي النهارده بيشارك في التنميه الرياضيه في مصر. النادي الاهلي النهارده بيعمل انشاءات كبيره جدا واستثمار رياضي كبير، بيعمل مشروعات كبيره. السؤال هنا، هل شفنا حد من مسؤول النادي الاهلي سواء عضو مجلس اداره او رئيس النادي بيطلع يتكلم يقول انا عملت او انا فعلت؟ مفيش. طيب كحكم وانت موجود في بطوله بتتبع تعليمات، هل يجوز الظهور اثناء البطوله؟ شوف بالنسبه لي دي جديده. جديده؟ انا اشتغلت حكم دولي ومحاضر دولي وقعدت في الاتحاد 8 سنين.
ما كانش بيحصل الكلام ده كابتن ابدا، ولا يتم منح حكم تصريح، خاصه ان احنا عندنا مشكله، ده انت عندك بطوله مجمعه. يعني عارف يعني ايه بطوله مجمعه؟ طب سؤال يا كابتن محمد، هل يجرؤ حكم ايا كان في اي اتحاد اهلي او اتحاد كوري في بطوله مجمعه تابعا للكاف او تابعا للاتحاد الدولي اثناء البطوله تقدر تطلع باي شيء عن البطوله؟ استحاله. ممنوع. يقول لك خد شنطتك وروح على طول. ممنوع. اي حكم ممنوع في الظهور الاعلامي فيما يتعلق بالمباريات، فيما يتعلق بالبطوله اللي انت شغال فيها، خاصه ان احنا كان عندنا بطوله سوبر ماتشات شغاله. هل انا النهارده ينفع اطلع الحكام؟ واحنا مش بنقول الحكام ما تطلعش، لا خالص، احنا بنقول لك اطلع، ولكن في البطوله لابد ان يكون في تركيز والتزام. هروح لنقطه مهمه جدا يا محمد. تمام. نقطه مهمه جدا، اخر نقطه، هو امين عمر نجح ليه؟ ده السؤال. ده لغايه دلوقتي ما ظهرش. امين عمر نجح ليه؟ عارف نجح ليه؟ امين عمر لعب مباراه صعبه بها تحديات كبيره، شال مباراه كبيره جدا جدا بكل صعوبتها. ليه؟ عارف ليه؟ لان امين عمر ركز. امين عمر النهارده اشتغل على معايير الاتحاد الافريقي. امين عمر النهارده ما يقدرش يشتغل بمزاجه، وما ينفعش يطلع اعلاميا الا لما يستاذن الكاف خالص. أكيد. خالص. عشان كده بقول امين عمر نجح وكان احد نجوم المباراه، التزم وماشي بسيستم. يا ريت كل الناس الحكام تاخد امين عمر نموذج، لان ان شاء الله نبارك له في كاس عالم 2026 هو محمد معروف وبقيه طاقم التحكيم. مشهد ظهور الحكام في الاعلام كابتن محمد وفي البطوله شغاله، ده لو حصل في الفيفا او لو في مشهد حصل قبل كده قريب من ده، رد الفعل بيبقى عامل ازاي؟ هحكي لك واقعه حصلت مع حكم. اديني بقى مثال. هحكي لك واقعه حصلت مع حكم مصري. مصري؟ في بطوله فيفا كاس العالم تحت 20 سنه اللي اقيمت في الارجنتين، كان محمد معروف مشارك في هذه البطوله. اللي هو طلع في البطوله دي في الاعلام. لا يعني ما طلعش في الاعلام، ده انا هحكي لك موقف ابسط من كده. الحكام كانوا في الباص ومتوجهين لملعب التدريب. فالحكام معاهم محمد معروف، اتصوروا صوره سيلفي، واحد الحكام نزلها على الحساب الخاص بتاعه للانستجرام. بس كده. الفيفا عرفت، شافت الصوره. عايز اقول لك الحكام تم توبيخهم بشكل قوي جدا. عشان صوره. صوره على الحساب خاص على الانستجرام احد الحكام. وتم حذف الصوره بعد ما نزلت بتقريبا ما كملتش ساعه. وكانت مشكله كبيره جدا، ولو كانت اتكررت زي ما كابتن ناصر قال كانوا ممكن يغادروا البطوله. كابتن محمد بعد اذنك، يغادر البطوله فورا. دي معلومه على فكره، دي معلومه بتتقال لاول مره. يعني كابتن محمد معروف كان في بطوله دوليه تتبع الاتحاد الدولي، صوره نزلت على الانستجرام كانوا في اتجاه ان يتم استبعادهم وحصل توبيخ. حصل ما بالكم بقى بظهور اعلامي وانت داخل على مباراه نهائيه، عشان كده حتى حكام الفار اتغيروا. كابتن محمد صح، حكام الفار اتغيروا في الفاينل. في الفاينل كان محمود عاشور حكم الفار. تمام ولا تمام. ابن عاشور هو في الاول كان حكم الفار. توقعك يا كابتن والمعلومه. نعم انفردت هنا، كان توقعك. لا انا انفردت يمكن مع كابتن اسامه وقلنا طاقم التحكيم. كابتن، نقطه مهمه جدا، عايز اقول حاجه مهمه جدا. هو مين مسؤول عن ظهور الحكام في الاعلام؟ اكيد اللجنه. لا، اتحاد الكره. الاتحاد مفيش كلام، بس الاتحاد لو مدرك لده. كابتن، اتحاد الكره النهارده انت مسؤول عن كل حاجه خاصه بالتحكيم. صح. هو انا النهارده مين مسؤول؟ مين يطلع مسؤول؟ يعني انا شفنا مسؤول بيطلع بيقول كلام، مسؤول تاني كابتن بيطلع يقول كلام، كلام متناقض جدا. انا النهارده هذه الفتره يا جماعه مش محتاجين نشوف، بقول لك اطلع يعني، بس اعمل لي انجازات، اعمل لي تحكيم، اعمل لي حاجه اقدر ان انا اشوفها بعينيا وبعدين ابقى اطلع اتكلم عليها. لما اطلع اتكلم على اشياء انا لسه ما حدثتش. وبعدين المشكله في ايه يا كابتن محمد؟ محمد صلاح بيطلع يقول كلام، ناصر عبد العزيز بيطلع كلام مخالف، فبيحصل ده كله بيأثر على مين؟ على الحكام ذات نفسها. ان اتحاد الكره هنا مسؤول يا كابتن، مسؤوليه كامله، ان في يبقى في انضباط شويه مع حته الظهور الاعلامي. مش بنقول ما تطلعوش، ولكن يا جماعه في توقيت ممكن تطلع وفي توقيت تقعد وتشتغل على نفسك، عشان المأموريه والمهمه صعبه جدا جدا جدا. التحكيم مش سهل اكيد، ملفات كتير عندنا. عايز اعقب بس على الجزئيه دي، ده مش على مستوى البطولات بس. حتى على مستوى معسكرات الكاف والفيفا، في المعسكر كمان، في المعسكرات ممنوع التصوير، وممنوع ان انت تدلي بتصريح او تتصور وتنزل اي صور على حساباتك الشخصيه، حتى على مستوى المعسكرات مش البطولات المجمعه فقط. تخيلوا لما تكون دي التعليمات، وفي النهايه المسؤول عن الحكام يعمل حاجات مخالفه للتعليمات. مش قصه ظهور اعلامي بس، ده ممنوع حتى الصوره تنزل على اكونت الشخصي اثناء بطوله او اثناء معسكر. لسه الملف مفتوح، ولكن فاصل ونتواصل بعد الفاصل.
اهلا بحضراتكم من جديد، وعشان وقت الحلقه وفي الجزء الاخير هندخل في تفاصيل مهمه جدا. ابدا الاول بالكابتن محمد صلاح عبد الفتاح، معسكر الحكام اللي اتعمل قبل انطلاق الدوري اللي بدا امبارح، عرفت وشفت ان في حكام انضموا للمعسكر وهم لم يجتازوا الاختبار البدني بحجه ان هم هيكونوا حكام فار مع بدايه الموسم، وده حصل فعلا. حصل. كواليس الموضوع ده ازاي، وهل ده ينفع ولا ما ينفعش؟ ومعسكر اكيد ما كانش فيه تفاصيل لها علاقه بالفار. بس هو مبدئيا ما فيش حاجه اسمها حكام فار بس وحكام ملعب بس، ده مصطلحات احنا هنا بنتكلم بيها ومش معمول بيها في اي دوري في الدنيا. خليني هخص لك بالامر زون شمال افريقيا. في شمال افريقيا كل الدوريات الحكم بيلعب حكم ملعب وحكم فار. وقبل بدايه الدوري طالما عندك تقنيه فيديو في معسكر اعداد، فين مسؤول تقنيه الفيديو اللي بيدرب حكام الفار اللي انتوا بتقولوا دول هيلعبوا فار بس؟ هنا بيبقى في اجهزه سيميليتور تدريب مش تدريب عملي بس. فانت النهارده بتقول لي دول حكام فار، اوكي، فين مسؤول الفار؟ هقول لك بقى مسؤول الفار فين، عشان دي قصه كبيره جدا. تمام، قول يلا. فين مسؤول الفار؟ كان مين مسؤول الفار؟ كابتن مجدي رزق. غاب الكابتن مجدي تماما عن كل المعسكرات، ما حضرش، مش موجود. وانت بتقول لي انا دول حكام فار، والحكام اللي انت بتتكلم عليهم دول اللي هم حضروا المعسكر حكام اقل من 30 سنه وراسب في الاختبار. النهارده عندي حكم بيلعب في الدوري في مباراه الجونه وزد على تقنيه الفيديو وهو راسب في الاختبار. اوكي، انت ازاي انت النهارده بتقول للحكم الصغير، بتقول له انت عندك اوبشن وبتدي له ذريعه ان هو يكون عنده ياس، لو انا ما نجحتش عندي اوبشن تاني ان انا اكون حكم فار وعادي وهتعين وهقبض والدنيا جميله. ما انا هتعين حكم فار يعني هقبض. ده كلام خطير جدا. دي مشكله. انت النهارده امتى بتكون حكم فار بس؟ لما بتعدي ال 45 سنه وتكون حكم بيتقال عليك بان انت حكم صاحب خبرات كبيره جدا وبيتم الاستعانه بيك، وده مش مخالف للبروتوكول. تعالى هات لي اي بطوله على سبيل المثال، هنروح للافكون الاخيره اللي كانت في كوت ديفوار. كان في لسته البطوله فيها حكام فار. كان رضوان جيد، محمود البنا، محمود البنا، وكان محمود عاشور واكونا وماريا، كل حكام الفار في الليستة عملوا الاختبار ما عدا محمود عاشور. ليه؟ لأن محمود عاشور يحمل شارة واحدة فقط هي شارة الفار، مش حكم دولي عشان مش هيلعب في البطولة. حكم في الملعب بالظبط. لكن هو بيتعاملوا معاه لأنه حكم صاحب خبرات وكان حكم دولي فيما قبل، وبالتالي ده أمر مقبول وهو عدى سن ال 45 سنة. لكن ما ينفعش تيجي تقول لي حكم عن اتفضل. طب آخد من كلام الكابتن محمد صلاح على جزئية حكام رسبوا في الاختبار البدني، أنا بصيت على أسامي قلت يمكن في محاولة من اللجنة لتديهم مساندة الفترة الجاية، بس اكتشفت ان ليهم علاقة بفكرة المؤامات والمصالح. خالد جمال الغندور، حسام عزب حجاج، اسامي حكام المفروض اللجنة ما تحطلهاش اعتبار يا كابتن نصر. شوف يا كابتن محمد، عاوز الصح؟ طيب لما انت تبتدي بداية من غير تخطيط، من غير سياسة، من غير معايير، من غير اي حاجة، انا قلت في البدايه الكلام كل شيء هيبقى متاح وكل شيء هيبقى ممكن. عشان كده بنقول ايه، لو هنرجع لبريرا، الناس اللي كانت بتتكلم على بريرا، بريرا كان واخد قرار الحكم اللي هو ما بيوفقش في الاختبار الورنر ايا كان، ولا هيلعب فار ولا هيلعب حكم لغايه لما يتحدد له بعد ثلاث اشهر. الحكم ده ما بيجيش خالص يقرب ولا ناحيه الفار ولا ناحيه الملعب. 3 أشهر تعيد، تم يعني وفقت، بترجع تاني. طيب ليك مره تانيه اخيره بتعملها وبعد كده يقول لك خلاص مش هتلعب تاني، مش معايا في الموسم ده خالص. انا بقول حاجه مهمه جدا، هي اللجنه دي مش هي دي لجنه بريرا اللي اشتغلت على اللوائح بتاعه السنه اللي فاتت، ولائحه بريرا موجوده فيها الكلام ده. النهارده احنا ليه مش بنمشي في اللوائح، خاصه ان احنا النهارده بنشيد ببريرا في الناحيه الاداريه، الناحيه الفنيه احنا قلنا مش قد كده. الناحيه الاداريه بنشيد بيه ان هو عمل نظام وعمل سيستم وعمل حاجه جميله جدا. طب ما بيرا كان حاطط نظام حكم، وده كان حقيقي فعلا هو ده الصح. الحكم اللي بيرسب او لم يوفق 3 أشهر عشان ايه؟ بس لما يكون حكم صغير. النهارده احنا بنتكلم يا كابتن، النهارده انت بتكافئ حكم لم يوفق. كابتن انا لما قريت الاسامي، والحكم اللي هو نجح، عرفت النهارده الحكم اللي نجح. طب فين في سياسه الثواب والعقاب؟ اللي نجح قاعد في البيت. يعني انا بسال سؤال، النهارده بيلعب وهيقبض. انا النهارده بسال سؤال، هو انت النهارده الراجل لم يوفق انت بتكافئه، طب اللي نجح ده هنعمل له ايه؟ يعني هي دي ليه؟ لان مفيش لوائح، مفيش او عندنا مش عايزين نمشي عليها، اي عمل بدون تخطيط وبدون معايير وبدون سياسه الحكام كلها تعرفها كابتن. اسماء الحكام بتدل ان في مجامله يا كابتن نصر، واضحه
ده اللي احنا شايفينه، ده واضح بامانه، واحنا هنا مش هنقول غير الحقيقه. تمام. هنا يا جماعه والله احنا معاكم، والنادي الاهلي اول نادي في البطوله قال ان انا داعم ومساند التحكيم مجلس اداره بالكامل، ودي كانت حاجه جميله جدا من الاهلي، وقف مع التحكيم. ولكن احنا يا جماعه ارجو اتمنى ان احنا يعني انتوا تعرفوا ان في ناس فاهمه كويس قوي، ما حدش هيعرف يعني. كابتن ناصر، انت عارف ليه بدانا فقره الفار النهارده في التوقيت ده بالذات، وكابتن محمد معانا وسامع برضو ويشاركنا؟ لان البدايه في حد ذاتها لما نشوف في مشاكل ما بين القائم باعمال رئيس اللجنه والمنسق الفني لجنه الحكام، والخناقه كلها على فكره انا مستقيل لا انا مكمل، هي في النهايه مشكله تعيينات على فكره، الخناقه على التعيينات والخناقه على تشكيل اللجنه. كابتن محمد بعد اذنك، كلامك جميل جدا جدا جماعه، من فضلكم وانا من انت قلت حاجه جميله قوي، ودي فعلا مشكله احنا بنعاني منها كابتن بقالنا بتاع حوالي 20 سنه. المفهوم المغلوط والموروث اللي احنا ورثناه عن ان اللي موجود في اللجنه لو ما عينش يبقاش عضو، مش مسؤول، ما زالت هذه الامور عند البعض، والمعتقد عند البعض ان ايه، لو انا مش هعين الحكام محمد لا يبقى انا ماليش لازمه، لا ده لازم انا لازم اخش في التعيينات. يا جماعه المفهوم ده خلاص ما في، المفروض احنا نغيرها. احنا بنوقف النهارده الاتحاد الدولي كابتن، بنشوفه بيعمل ايه وبيشتغل ازاي. التعيينات دي اخر مرحله او اخر نقطه النهارده انا افكر فيها. انت عندك شغل كبير قوي قوي قوي، عندك ملفات كتيره، احنا لو قعدنا نحكي عندك ملفات متابعه حكام، عندك ملفات ان ازاي انك انت تطور اداء الحكم، عندك 26 منطقه فرعيه عشان تروح للمناطق دي، مش هروح واحد ولا اثنين يا كابتن محمد، لازم يكون في سيستم تشتغل بيه. فالنهارده حته التعيينات دولت مهمه، كل بيجري على حته التعيينات ليه؟ عشان هو بيعرف ان الحكام كل شويه بتتصل، كابتن انا عندي ماتش ايه، طب انا هلعب ايه، كل الكلام ده. لا التعيينات يا جماعه نغير مفهومنا من فضلكم، لان دي التعيينات بتبقى ايضا طبقا لمعايير محمد وطبقا للمستوى الفني للحكام. عندنا شغل اكتر من التعيينات يا كابتن محمد، لابد ان احنا ننظر اليه. طيب هرجع معاك تاني لو هتختم حاجه في موضوع المعسكر قبل ما نروح لموضوع التعيينات. هاخد من الكابتن ناصر، احنا اتكلمنا وقلنا طرحنا سؤال من شويه، قلنا فين مسؤول الفار في المعسكرات؟ اللي هو كابتن مجدي رزق. كابتن مجدي رزق تمت الاطاحه بيه للي انت قلته من شويه، بسبب المواءمات وبسبب ابناء الحكام. تمت الاطاحه بيه. تمت الاطاحه بيه لهذا السبب. كابتن مجدي رزق وقت القائمه الدوليه ما كان فيها يعني كلام كلنا الموضوع ده قتل بحثا والناس كلها عارفاه. كابتن مجدي رزق قدم تقرير لاتحاد الكوره وقال ان في حكمين لا تنطبق عليهم الشروط، وهم حسام عزب حجاج وعمرو احمد الشناوي، هذان الحكمان لا تنطبق عليهم شروط الفيفا ويجب اقصائهم خارج القائمه الدوليه. ده التقرير اللي قدمه كابتن مجدي رزق لاتحاد الكوره. بعديها كابتن مجدي رزق لما استشعر الخطر او استشعر ان هيحصل ان التقرير ده مش هيتاخد بيه، راح بعت ايميل للكاف والمسؤول الزون في الكاف، ولكن هو تصرف تصرف يعني اختار الجهه اللي هي مش منوطه. جه رد من الكاف، هو قال له ده كلام خطير جدا، زي ما بقول لك ده اللي حصل. بعت ايميل الاتحاد الافريقي، بعت ايميل الاتحاد الافريقي قال لهم خلوا بالكم الحكمين دول لا تنطبق عليهم شروط، وانا بخلي مسؤوليتي عشان انا بقول لكم. عشان كده اللجنه طلبت تغييره ومجيء حكم اخر مكانه كابتن سيد مراد. بالظبط كده. فلما الكاف رد، اتحاد الكوره عرف، فالكاف رد، كان رده ان لا احنا مش الجهه المنوطه بهذا الامر، انت ممكن تخاطب الفيفا لان هم اللي وضعوا الشروط واحنا مش الجهه المنوطه. اتحاد الكوره عرف، طبعا في ناس في اللجنه عرفت، كلام مش على مزاجهم، حصل تقدر تقول كده كومبينه على الكابتن مجدي رزق، تمت الاطاحه بيه وعشان كده ما ظهرش في المعسكرات. والاسامي ارسلت بالفعل. الاسامي ارسلت بالفعل، وانا بقول لك اهو هي غير مطابقه للشروط. وهزيدك كمان من الشعر بيت، ان تم ارسال هذان الحكمان لمعسكر الفار للكاف. الكاف كان عامل معسكر، ده بروجكت كبير جدا بيختار فيه يعني افضل العناصر عشان يكمل بيهم بعد كده. الحكمين دول لما شاركوا في معسكر الكاف بتاع الفار، يعني هقول لك كده بلغه الكوره، خدوا كتف قانوني. خدوا كتف قانوني وتم انتقاء 6 حكام هم الافضل في هذا المعسكر، ودول اللي هيكملوا مع الكاف. ليس من ضمنهم حكم مصري. مش من ضمنهم اي حكم مصري، بسبب ان الكاف كان عايز حكم ساحه دولي، حكام ساحه دوليين عشان يزود القاعده، وده يمكن الكاف نشره على موقعه الرسمي. ومين هنا اللي خسران؟ التحكيم المصري. فالنهارده بسبب برضو المواءمات والمجاملات. بالظبط كده، وانا بقول لك اهو الحكمين، وفيهم حكم كان عين من قبل الاتحاد الافريقي في الكونفدراليه في بطوله في مباراه اتحاد العاصمه والجيش الملكي المغربي، والاتحاد الكاف لما عرف ان هو ما بيلعبش في الدوري المصري بتاعه ما بيسفرش، قال له شكرا، واستعوض بمين؟ محمد عادل. محمد عادل ده الموسم الماضي. الموسم الماضي مظبوط. طب لما نركز في الموضوع، محمد عادل
حكم من خارج القائمة الدولية للفار. يعني هنا بنأكد على المفهوم اختيارات الحكام، هو عايز حكم دولي الأساس الملعب، خبرة في الملعب عشان أقدر أصحح خطأ الحكم اللي في الملعب. وكمان حصل مشكلة كبيرة جدا مع محمد عادل، ودي برضو لأول مرة هتتقال. أقول لك لجنة حكام الأردن كان عندها مباراة مهمة، أعتقد مباراة كانت النهاردة أو امبارح، درب النهاردة؟ اعتقد كانت امبارح ماتش الفيصلي، اعتقد كان ما بين الاول والثاني، كان ماتش، لا انا شفت الحسين والاهلي الاردني، تمام. كان دي كانت مباراه على الاول والثاني، ولجنه حكام الاردن طلبت محمد عادل بالاسم وطلبت طاقم دولي، وكان معاه محمود ابو الرجال واحمد حسام طه. كان رد لجنه الحكام على لجنه حكام الاردن، احنا مش هنبعت الحكم لان احنا عندنا ماتشات مهمه في الدوري واحنا عايزين حكامنا الدوليين. ده ما كانش لسه بدا الدوري، ما كانش لسه بدا، وعندك حكام تانية تقدر، في ست حكام تانيين. لا، ولما يجي لك طلب مصر اكيد لازم، اكيد توافق طبعا. ده دعم ليه، وده دليل على ان الاتحاد الاردني بيثق في التحكيم المصري. كان الرد من لجنه حكام مصر، احنا مش هنقدر نبعت لك محمد عادل، انا ممكن ابعت لك حكم تاني. بعتوا الحكم، لجنه حكام الاردن لقت الاسماء من خارج القائمه الدوليه، مش دوليين. لا مش دوليين. لجنه حكام الاردن قالت لهم شكرا، لن يتم التعامل معكم مره اخرى، ولكن هقول لك بقى انا تواصلت مع المسؤولين في لجنه حكام الاردن. هم اصدقاء وكلنا اصحابي، انت عارف احنا اشتغلنا مع بعض. الناس عندهم استياء شديد جدا، قالوا ان احنا بنثق جدا في التحكيم المصري، لما بنقول حكم مصري الاعلام الاردني بيبقى عنده قابليه والجمهور بيبقى عنده ثقه في التحكيم المصري، لكن هذه المجموعه، برضو لازم اكد ان هو قال هذه المجموعه لن نتعامل معها مره اخرى، ولكن هم مش عايزين نفسد العلاقات ما بين لجنه حكام الاردن ولجنه حكام مصر. في النهايه هم اشقاء واحنا اشقاء، لكن هم يعني تعاملوا مع الموقف وعلى انه تصرف فردي مش تصرف يمثل جهه. عرفتوا ليه احنا في النهايه بنقول محتاجين رئيس لجنه حكام اجنبي؟ عشان الموائمات والعلاقات الشخصيه اللي بتدار بيها الملفات بالشكل ده. كابتن ناصر، استكمالا للكلام ده، كان في معسكر للحكام الواعدين في الاتحاد الافريقي، تمام، وفوجئت ان مفيش ولا حكم مصري موجود، تمام. تعليقك. تعليقي مهم جدا جدا، وده بدايه عدم التخطيط. انا قلت في البدايه ايه؟ طول ما فيش تخطيط هتلاقي في حاجات كتيره جدا بتطلع في الفتره اللي جايه. السؤال، هل من المعقول النهارده كابتن محمد، انا النهارده كلجنه حكام مصر كبيره جدا، مصر كبيره بكل مؤسساتها، تاني هقول كره القدم الكبيره بسبع بطولات في امم افريقيه، كل الكلام ده، هل من المعقول النهارده ان لجنه الحكام تدار بثلاث أعضاء؟ يعني إيه؟ أنتوا الثلاثة ديروا لجنة الحكام، كان مش موجود في أي حتة يا محمد خالص، إني أجيب ثلاثة، محمد فاروق احترامي طبعا الأسماء كلنا بنحترمهم، والكابتن مريم وكابتن عزب، بنقول لهم كابتن إيه؟ ده في خلافات من أول يوم لغاية النهاردة، ديروا الملف. لا كابتن، المفروض النهاردة أنا في رئيس لجنة ومسؤول، لأن في الآخر خالص الرئيس لجنة ده بيبقى مسؤول عن كل حاجة بتتعمل. كابتن ناصر لو تعالى نروح لحتة مهمة جدا، وهنا النهاردة مفيش، بنقول إيه؟ توزيع مهام، كل واحد عاوز يعمل كل حاجه. هو كان عايز يقطع بس قطعه الفار، عارف انت قطعه الفار دي؟ قطعه الحكم في استدعاء، عندي احتماليه، عندي احتماليه كارت احمر. اتفضل. النهارده ليه ما نقارنش تصرف لجنه حكام تونس كابتن ناجي الجويني؟ عنده نفس الملابسات مع الاتحاد، ونفس الظروف، واعلن الاستقاله واستقاله جماعيه، ولكن الاتحاد التونسي لكره القدم حاول يقنع كابتن ناجي انه يرجع في الاستقاله، ولكن هم رفضوا. احنا عندنا نفس الموضوع، لكن تاني يوم اتحاد الكوره، عايز اكد على نقطه مهمه جدا. اتحاد الكوره النهارده ابراهيم نور الدين هل قدم ليهم استقاله مكتوبه لاتحاد الكوره؟ هو الاستقاله كانت على الفيسبوك اعتقد، وعكس تصرف لجنه حكام تونس، في لازم نقارن ما بين الاثنين، تمام. احنا اتحاد مصر كره القدم، احنا هو السؤال كابتن ناصر، هو السؤال هو ابراهيم نور الدين استقال في ايه ورجع في ايه؟ ولا هو كان خلاف على التعيينات؟ هي دي خلاف هي على اعضاء اللجنه. قلت سؤال كابتن، انا برضك من ضمن الامور اللي هي المفترض انا بقدم سالت بقدمها للمدير التنفيذي، مش على الفيسبوك، ما ينفعش انا اقدم سالت على الفيسبوك، بعدين ارجع بالليل او ارجع الصبح ارجع تاني في الاستقاله، ما دي امور دي كلها لابد ان هي يبقى فيها انضباط. بمناسبه ناجي جويني، اتكلمت على تونس، ناجي جويني راح قطر، ولما قلت ان ناجي جويني من افضل الناس اللي اشتغلوا في التحكيم، انا قلت الكلام دوت ودي حقيقه فعلا، وانا عاشرت ناجي جويني وشفت شغله. ناجي جويني النهارده كابتن راح قطر، ما كانش في حكام، او الحكام كانت امكانياتها ضعيفه، محمد كان هناك موجود. الراجل عمل تحكيم في قطر وعمل طفره كبيره جدا جدا محمد في قطر. البعض قال لك اصل الامكانيات هناك هي اللي ساعدته، لا
نجي جوينن هناك لقى ان القماشه هناك كمان مش افضل حاجه، مش احسن حاجه. طيب انا عندنا هنا التحكيم المصري الحكام عندها اكيد كل شيء كويس. طيب انا برضو النقطه اللي عايز اقف عندها، الاستقاله والخلاف سببه تشكيل اللجنه وكل واحد عايز يجيب الناس اللي يعرفها، ومشاكل في التعيينات ولا لا؟ تاني الامر واضح. تاني كده قول تاني. مشاكل في التعيينات. مين اللي هيعين؟ واحد. اتنين، كل واحد عايز يشكل لجنه بطريقه فالتاني مش عايز، ومين ليه قدره عند الاتحاد ان يفرض سيطرته على الاخر؟ بالظبط. اذا ده الخلاف اللي موجود حاليا. طب الخلاف انا ممكن اقول لك على حاجه ثانيه. احنا عندنا كم ملف في التحكيم يا كابتن؟ كتير. الدوري الممتاز، الدرجه المحترفين الاولى، القسم الثالث، النسائيه، كابتن بطولات الجمهوريه، الناشئين، دي مهمه جدا. قول لي مين بيعين الكلام ده؟ مين هيعين؟ انت النهارده في اللجنه ثلاث افراد او اربعه، مين ياخد الملفات دي كلها؟ وانا بقول ثاني اتحاد الكره لما محمد فاروق جه لك وقال لك يا جمال بيه، لما محمد جه قال لك انا محتاج ناس اشتغل بيهم لان انا بادئ موسم وعندي ملفات كتيره، مش حاضر انا اقدر ان انا اتمكن من ان انا ادير هذه الملفات كلها. الاستاذ جمال علام قال له ايه؟ قال له لا، المجموعه اللي معاك اشتغل بيهم في الفتره اللي جايه. لا ما ينفعش الكلام ده، واحنا عندنا دوري كبير لابد يكون عندنا لجنه حكام قويه تقدر تسيطر على الموقف. طيب الوعدين بقى مهمه جدا بعد محمد بقى لو كان عنده، عشان وقتنا خلاص للاسف. اخر حاجه سريعا بس، سريعا الوعدين. كابتن النهارده عندنا معسكر الوعدين في افريقيا، بنلاقي ان الاتحاد الافريقي خد حكام من الجزائر، حكام ليبيا، ما عندناش ولا حكم في معسكر الوعدين من مصر في المعسكر المقام في القاهره للاسف كالعاده. للاسف هشام القاضي، وده بقول واحنا بنقول النهارده واحنا بنعمل القائمه الدوليه 29 سنه في مواصفات كلها النهارده اللي كان ممكن نحطه في القائمه الدوليه. بالظبط كده، والفروقات قريبه قوي يا محمد. يعني اللي اتحط او ما اتحطش كلها فروقات قريبه. لما كنا النهارده عندي هشام القاضي 29 سنه ولعب شمال افريقيا وكان حيمودي هناك راقبه وعمل مباراه افتتاح كويسه، عمل مباراه النهائي كويس. النهارده كان عندنا فرصه نحط هشام القاضي في القائمه الدوليه عشان خاطر ايه؟ يبقى عندنا بعد معروف، بعد امين، بعد محمود ناجي، يبقى عندنا حكم صغير يقدر ان هو يروح اكتر من بطوله. في سؤال واجابه سريعه، عندنا مشاكل في التعيينات والخلاف الموجود بسبب التعيينات. بالظبط. واضح. مين فرض سيطرته في الاخر؟ مين فرض سيطرته؟ ابراهيم نور الدين على الكابتن محمد فاروق. على الكابتن محمد فاروق. طب تتفق معايا ان اللجنه تحتاج رئيس لجنه حكام اجنبي ومسؤول فار اجنبي؟ لازم، ما ينفعش مسؤول اجنبي لوحده، لازم كمان مسؤول فار اجنبي. لازم، ده الامر الواقع ده. فرض ده، الامر الواقع فرض ده، وخصوصا كمان ان احنا ابتدينا نقول كلام مش حقيقي. انا عايز ابارك بس لمحمد حسن وطارق سامي ان هم موجودين هيديروا نهائي كاس القارات وهم عندهم 48 سنه، كاس قارات كره السلة عندهم 48 سنه. لجنه الحكام النهارده بسبب الخلافات الشخصيه بتقصي حكام وعايزه كانت تخرجهم بره القائمه الدوليه، على سبيل المثال محمد عادل. يعني نفس الامر خلافات شخصيه يعني تضغو على مصلحه التحكيم. تمام. انا في الختام بشكركم، الوقت جري معاكم بسرعه، يمكن فتحنا في ملفات كتيره، ولكن اكيد الفقره دي فقره تبقى مهمه جدا. ناس كتيره بتسال طب ليه من دلوقتي ولسه الموسم ما بداش؟ لا، في مشاكل داخل مبنى الجبلية، داخل لجنه الحكام، نتائجها هتنعكس على الحكام في الدوري خلال الفتره الجايه والايام جايه وهتشوف. لذلك الملف ده يحتاج الى خبراء اجانب لادارته نتيجه المؤامات والمصالح الشخصيه اللي احنا شايفينها في التعامل مع هذا الملف الخطير. كابتن ناصر عباس نورتنا وشرفتنا. شكرا كابتن محمد، شكرا، شكرا جزيلا. كابتن محمد صلاح عبد الفتاح نورتنا وشرفتنا. منور بيك. شكرا جزيلا ليك. في الختام بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، وباذن الله نلتقي على خير الاسبوع المقبل في حلقه جديده من برنامج الترند.